اسم ديالك؟ صبوري فوقان. صبور ديالك. شنو الصفة ديالك؟ شنو عندك محل تجاري هنا؟ محل سيدي ما تنبيعو ما تنشريو. عينا سيدي مشينا عند سعادة القايد عند سعادة الباشا عينا بالشكايات عياو يعطينا في الوعود ما كاين حتى شي حاجة. كنا عوالين غادي نديرو احتجاج اليوم كنا غنديرو المسيرة اليوم جا سعادة الباشا قال لك سيدي غادي نديرو معاكم الحل. ها حنا سيدي كنشوفو هاد الشيء من دابا سيمانة إلا ما كانش يا سيدي راه حنا غادي نديرو مسيرة الباب القصر سيدي. هاد المسيرة علاش بغيتو ديروها؟ ها؟ حيت سيدي عندنا الفوضى هنايا، حنا مضرورين، ما كنبيعو ما كنشريو، حنا مضرين بزاف، كيقطعو علينا الطرقان من هنا ومن هنايا، حنا سيدي وأنت كتشوف البيبان مشدودين. والبوليس واقفين هنا وولدي هنا. فهمت ليها هي. علاش المرود هنا وخطر كيبيع ما يمكنش. هادوك خصنا يخافوا منهم المخزن المرود تحطو غير واحد المارشي هوانا. ايوا حنا مشينا سيدي عندنا الاسره كنخدموا على وليداتنا شوف يدينا كي دايرين ديروا لنا الحقوق حتى حنا. السلام عليكم الزهر الحسن. شنو عندك محل تجاري هنا؟ عندي محل كنبيع فيه هذا القطنيه وداك الشيء والميكا وزيد. شنو المشكل اللي وقع لكم؟ شنو المشكل اللي عندك؟ المشكل اللي عندنا سيدي هو هاد الكرارس كرارس ديالنا فضيحه والمخازنية كيجيو ما كيوقفوا ما كيهضروا مع احد راهم جالسين بطوموبيلتهم وحنا الكراس معرمين لهاد الجهة تريتوار تما عامر بسميتو والمخازنية كيشوفوا في كل شيء وما كيقدروش يهضروا معاهم. ولكن درتوا شي مع سيد القايد؟ ما خليتش شوف سيدي ما خليناش القايد ما خليناش الولاية ما خليناش الباشا ما خلينا حتى شي واحد حتى السيليا زميرة حنا هضرنا معاه وما دارنا والو. تسل يا زمي درنا معاه ما درنا والو. شنو المطالب ديالك دابا؟ المطالب ديالنا يعفو علينا من هاد الناس هادو. شكون هما هاد الناس؟ هاد مال الكرارس.